السمنة والسكري أصبحا مرضين متلازمين تم تصنيفهما عالميا بأنهما من أسباب الوفاة الأولى في العالم، إذ تحتل السمنة المركز الثالث، فيما يحتل السكري المركز السابع عالميا في ترتيب الأمراض المسببة للوفاة، وهذا حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. وتحت شعار الشراكة في التغيير، انطلق المؤتمر العالمي لمواجهة السمنة والسكري في دول الخليج تحت رعاية صاحب المعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الصحة، لمناقشة كيفية الوقاية من مرضي السمنة والسكري بدول الخليج العربي. تقوم مؤسسة حسن الباشا الوطني الخيرية بتقديم خدمات نشاطية اجتماعية وثقافية وصحية منذ أن تم إنشائها منذ 17 عاما، وكان تركيزنا في المؤتمر الحالي إلى المشاركة في عملية التوعية فيما تعاني به بعض دول الخليج مما ذكره فحوى المؤتمر. والمشاركة كانت الحقيقة مشاركة في التبرع بالجوائز الكبرى للفائزين الثلاثة الأوائل والمركز الثاني والثالث، كما أن لدينا سيارة خاصة عبارة عن فان للتوعية الصحية حتكون في منطقة مكة المكرمة وبمشاركة لجنة أصدقاء المرضى، إضافة إلى المراكز الصحية التي نتعامل معها. ولا تأل منظمات المجتمع المدني جهدا في التوعية بأخطار مرضي السمنة والسكري، إذ يعتبر الدور المجتمعي للتوعية بأخطار السمنة والسكري هاما جدا للحد من الإصابة بهما. وزارة الصحة استحدثت مؤخرا اللي هو برنامج لمكافحة السمنة. طبعا البرنامج من أهدافه حسب توصيات منظمة الصحة العالمية أنه ما تزيد نسبة انتشار السمنة خلال العشر سنوات القادمة اللي هي عام 2025. طبعا هذه أحد أهم أهداف البرنامج، أنه نمنع زيادة انتشار السمنة. طبعا يتم هذا الشيء عن طريق عدة أهداف، أولها اللي هي الوقاية الأولية، بحيث أنه نمنع انتشار السمنة عند الناس اللي ما عندهم سمنة، وهذا عن طريق التوعية وتغيير نمط الحياة في جميع فئات المجتمع، سواء أطفال أو كبار أو رجال أو نساء. وبرضه اللي هي الوقاية الثانوية، اللي هي الكشف المبكر عن السمنة والأمراض الناتجة عنها كالسكري وارتفاع ضغط الدم وغيره. وكعادة وزارة الصحة في دعمها لكل المشاريع التي تهدف لتحسين صحة المواطن السعودي، تدعم اليوم الوزارة مؤتمر السمنة والسكري بملف شامل للتوعية يطبق في العديد من الأماكن العامة، حيث يسهل الوصول إلى المصابين أو للأفراد المعرضين للإصابة، وبالتالي يساهم ملف التوعية بدعم وزارة الصحة في الحد من انتشار مرضي السمنة والسكري بالمملكة العربية السعودية بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. حكمة تعلمناها في الصغر، ولكن يبدو أننا بحاجة إلى من يذكرنا بها في الكبر أيضاً. من المؤتمر الدولي لمكافحة السمنة والسكري، ياسمين الكيلاني، قناة إقرأ الرياض.